بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم سنه خمسه. ان شاء الله النهارده يا اولاد هنتكلم عن درس جديد خالص بيتكلم عن النصيب الصناعه. الصناعه يا اولاد من الانشطه الاقتصاديه اللي الانسان بيقدر يستخدمها علشان يسد احتياجاته الاساسيه اللي هي الاكل والشرب واللبس. والصناعه يا اولاد بنستخدمها كلنا في حياتنا اليوميه وما نقدرش نستغنى عن الصناعه. الصناعه بتعمل لنا كل حاجه، سواء القلم اللي بنكتب بيه او اللبس اللي بنلبسه او التليفون اللي بنستخدمه، اي حاجه جايه عندنا من الصناعه. الصناعه بقول عليها يا اولاد تعريفها كده، تحويل الماده الخام الى منتجات. بمسك الماده الخام الاساسيه اللي بجيبها من الطبيعه او منتجات حيوانيه وزراعيه واحولها لمنتجات صناعيه يقدر الانسان يستخدمها ويسد احتياجاته الاساسيه. بس الصناعه عندنا في مصر كام نوع يا اولاد؟ الصناعه عندي نوعين اثنين، صناعه استخراجيه بستخرج المعادن من باطن الارض او بستخرج المنتجات كلها من باطن الارض زي البترول والمعادن، وصناعه تحويليه بحول الماده الخام الى منتج زي الفاكهه كلها بحولها لمواد غذائيه وعصائر زي الحديد بحوله لسيارات. ده الفرق بين الصناعه الاستخراجيه والصناعه التحويليه. يبقى الصناعه الاستخراجيه عباره عن استخراج المعادن من باطن الارض او المواد الخام، زي هنا يا اولاد بستخرج البترول في الصوره اللي معايا من باطن الارض. عندي الصناعات التحويليه يا اولاد بستخدمها في تحويل الماده الخام الى منتجات، زي عندي صناعه الغزل والنسيج بستخدم القطن واحوله لمنتج ملبس او لبس البسه. صناعه الاغذيه المحفوظه الفاكهه والخضروات بعملها محفوظه. صناعه الاسمنت بحول الحجاره بعملها اسمنت عشان اقدر استخدمها. صناعه الاساس الاخشاب بستخدمها بعمل منها السرير والدولاب واعمل منها الديسك اللي بجلس عليه. عندي الصناعات التعديليه بحول الحديد لسيارات والات. الصناعات الكيميائيه بستخدمها برضه في الصناعات بقول عليها صناعه تحويليه. اهم صناعات المعادن عندي صناعه الالومنيوم وصناعه الحديد والصلب، ودي معايا خريطه يا اولاد بتوضح لي اماكن وجود الصناعات اللي موجوده عندي في مصر. خريطه توضح اماكن انتشار الصناعات اللي موجوده عندي في مصر. ده شكل صناعه الاسمده يا اولاد. بحول الصناعات الكيميائيه بقول عليها من الصناعات الكيميائيه بستخدم فيها معدن الفوسفات وبحوله لاسمده زراعيه يستخدمها الفلاح لتغذيه النباتات. عندي بعد كده مصنع للغزل والنسيج اللي معايا في الصوره، بحول القطن وبستخدمه في صناعه الغزل والنسيج وبعمل منه ملابس. وجا من اهمها او اهم بنك كان بيمول الحاجات دي كلها بقول عليه بنك مصر اللي عمله طلعت حرب سنه 1930 وشجع على استخدام الصناعات. عندي مكان لصناعه الاساس اللي موجود عندي في مصر، وعندي اهم مراكز الاساس اللي موجوده عند منطقه القاهره ودمياط. ده شكل صناعه الاساس اللي هي الاخشاب. مصنع لصناعه الاسمنت اللي موجود عندي في مصر بتساهم بنصيب كبير جدا. مصر عندي بتساهم بنصيب كبير جدا في صناعه الاسمنت، وعندي الاسمنت من اكثر الصناعات يا اولاد الملوثه للبيئه. دي اهم الصناعات التحويليه، اهم الصناعات التحويليه. بحول الماده الخام لمنتج زي ما احنا كنا شايفينها في الصوره، الخشب بحوله لمنتجات اقدر استخدمها. اهم مقومات الصناعه يا اولاد او المقومات اللي بتساعد على خيام الانتاج الصناعي في مصر، اول حاجه عندي بقول عليها يا اولاد وجود الماده الخام سواء زراعيه او حيوانيه او معدنيه. نباتات زراعيه ومحاصيل، معادن حديد فوسفات، عندي حيوانيه زي المنتجات الخلود والالبان. العماله الرخيصه، العماله اللي موجوده عندنا في مصر عمال بكميه كبيره جدا. مصادر الطاقه، البترول والغاز اللي بيشغل المصانع. الاسواق الداخليه والخارجيه اللي بقدر ابيع فيها المنتجات الصناعيه بتاعتي. وسائل النقل، العربيات اللي بتشيل المنتجات ديت من المصنع توديها السوق، وبتجيب الماده الخام من الاراضي الزراعيه للمصنع علشان نقدر نصنعها. رؤوس الاموال، الفلوس اللي بقبض بيها العمال في المصنع واللي بشتري بيها المنتجات الزراعيه اللي بقدر اصنعها. ده بالنسبه للمقومات او العوامل اللي بتساعد الانتاج الصناعي على النجاح والتقدم. اهميه الصناعه في مصر، اللي بيشتغل في الصناعه حوالي 12% من الناس اللي بتشتغل، القوى العامله او الافراد اللي بيعملوا في مصر 12% منهم بيشتغلوا في الصناعه، بتساهم ب 17.2% من الصادرات سنه 2007. بقدر بتساهم الصناعه كلها يا اولاد بنحو 17.2% من انتاج الاقتصاد او الاقتصاد المصري كله سنه 2007. الصناعه لوحدها مثلت 17.2%. التنميه الصناعيه يا اولاد بتوفر المزيد من فرص عمل، يعني
الصناعه بتوفر لي فرص عمل للناس اللي هم عندهم بطاله او مش لاقيين شغل، بيروحوا يشتغلوا في الصناعه او في المصانع، وبتلبي حاجه السكان، بتسد احتياجات السكان من المطالب او المنتجات، وبتؤدي الى رفع مستوى المعيشه لدى السكان اللي بيشتغلوا فين؟ اللي بيعملوا او بيشتغلوا في الصناعه. دي اهميه الصناعه. السؤال بيجي عليا يقول لي بما تفسر اهميه الصناعه؟ نكتب الخمسه بالاول. عند الصناعه والبيئه، العلاقه بين الصناعه والبيئه. الاول يا اولاد، الصناعه بتلوث البيئه عن طريق ايه؟ تلوث الهواء زي الابخره النتيجه اللي انا شايفها معايا في الصوره، بتلوث الهواء، الابخره اللي طالعه من المصانع بتلوث الهواء وتدينا كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون. بتلوث الميه عن طريق السطح الصناعي اللي بيلوث الميه وبيضر بالثروه السمكيه اللي موجوده عندي في مصر، وبيخلي مجموعه كبيره جدا او بيتسبب في مجموعه كبيره جدا من السكان بتهاجر فين؟ بتهاجر المناطق الصناعيه وبتسيب الاماكن الزراعيه. عندي الزراعه يا اولاد او الصناعه بشكل عام ظهرت بشكل كبير جدا بعد الثوره الصناعيه، ثوره صناعيه يعني تحول الصناعه من البدائيه للصناعه الحديثه باستخدام طاقه البخار، واللي اتعملت عندي سنه 1760، واستخدام طاقه البخار واللي عمل العمل اللي استخدم الطاقه وتشغيل الالات، واستخدم الطاقه كان واحد اسمه جيمس وات، استخدم طاقه البخار في تشغيل الالات. ده كانت الصناعه او درس الصناعه، واتفقنا دول العلاقه بين الصناعه والبيئه، ان الصناعه بتعمل على تلوث البيئه بطريقين، بتلوث الهواء وتلوث الميه اللي موجوده عندي في الطبيعه.